مثل والو غدوه يجي واحد تعب. شيخ الجمعيه العامه انا تهددت، انا كانوا عندي، انا عمري ما تكلمت، انا ديميسيونيت في الهدوء، لان باش نحافظ على هذا سباق الدراجات. انا كانوا عندي تهديدات، وتهديدات كبيره، وانا يا جو سوي كان سامبل بينيفول، جو في مون بينيفول. تهديد من عند كيفاش يسميوهم لونفيرونمون دو سيكليزم، المحيط تاع سباق الدراجات. وجودنا اليوم كان من اجل الحضور، كان ملاحظين، كان من اجل نقولوا احنا المسايره والمتابعه نقولوا احنا بصفه خاصه، وبالتالي فاليوم يعني النصاب على كل حال ما اكتملش، لكن يعني بحكم نقولوا احنا كونفورمي مع لا ريغلومونطاسيون، بحكم يعني نقولوا احنا القانون، ستؤجل الى يوم غد يعني 24 اور. الارتيكل 18 يوضح باللي لازم الرئيس بالنيابه ينظم انتخابات في مدة 60 يوم. كانت هناك يعني المدة تجاوز 60 يوم، لكن هذا ليس من بتقصير من الرئيس بالنيابة، هذا كان بتعليمة ورسالة من وزارة الشباب والرياضة لطلب التأجيل إلى أجل غير مسمى. التقرير الأدبي المالي يقدم في حالة واحدة قبل الانتخابية، وهي في نهاية العهدة. أما في أثناء العهدة عندنا فراغ تاع منصب الرئيس، يعاد الانتخاب على الرئيس اللي ترجع الفيدراليه الشرعيه تاعها، بعدين الرئيس يقدم الحصيله الادبيه والماليه للسنه الفارطه، وهذا معمول به في كافه الاتحاديات.